مرة أخرى تعيد روسيا التكتيك نفسه عبر استخدام أسلوب الأرض المحروقة خلال حربها ضد أوكرانيا واستغلالها للمدنيين كدروع بشرية في استنساخ لسيناريو عملياتها في سوريا وأفغانستان والشيشان. تلك هي الاستراتيجية الروسية وخطتها الوحيدة لسحق الخصوم وإبادة كل من يرفض الولاء والتبعية للكرملين، حيث تكشف الحقائق على الأرض أن الغزو الروسي أظهر بشكل مثير للدهشة اتباع بوتين الأسلوب نفسه الذي اتبعه في سوريا، والذي حول المدن السورية إلى أنقاض وفقا لصحيفة صن البريطانية. ابتعاد سوريا عن الحدود الأوروبية فوت على بوتين فرصة استخدام اللاجئين كسلاح للضغط على الدول الغربية، لكن الجغرافيا الأوكرانية منحت بوتين ما كان يتمناه ويسعى إليه. فقد أشار موقع دايلي سيجنالز إلى أن بوتين قد يلجأ إلى استعمال اللاجئين الأوكرانيين كسلاح ضد الدول الغربية، وهو ما قد يعطل الاقتصادات والنظم الاجتماعية والسياسية في أوروبا، في حين يضعف اقتصاد أوكرانيا واستقلالها وقدرتها على المقاومة على المدى الطويل. الجالية العراقية في أوكرانيا لم تسلم من ملاحقة التشكيلات الموالية لروسيا التي استخدمت مقيمين بينهم 40 عراقيا في إقليم سومي دروعا بشرية، مستغلة ضعف الحكومة ببغداد وصمت سفارتها وعجزها في كييف عن اتخاذ إجراءات تكفل سلامة العراقيين المقيمين في أوكرانيا، وفقا لما أكده رئيس الجالية العراقية في أوكرانيا. ومع استمرار سياسة الأقطاب وتفرد قوى دولية بعينها في فرض وصايتها على بلدان العالم، فإن أمريكا وروسيا ومن يلف بفلكهم لن يتورعوا عن انتهاك حقوق الإنسان أو الكف عن استخدام المدنيين دروعا لحروبهم العشوائية.